الكرام في كل مكان برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم عبر الكتاب وبرحب بالدكتور أشرف عزمي أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك يا بيتر وبرحب أيضا بيك وبرحب بكل الإخوة المشاهدين في كل مكان نتمنى تكون الخدمة في الوقت اللي فات كانت مباركة وبشكرك وتستغلق. على الأسبوع اللي فات أنا عارف أنه شكرا. أنا تابعت حلقة الأسبوع اللي فات وعارف أنه المشاهدين كتير انبسطوا من وقت الترنيم والتسبيح على فكره انتم يمكن اول مره تعرفوا انه بيتر يعني او العدد منكم يعرف ان بيتر مرنم وربنا مديله مسحه و... ونعمه في الترنيم والتسبيح. اشكرك جدا م. على محبتك وهي كانت فكرتك اصلا يعني ان احنا <applause> نحول برنامج عبر الكتاب لتسبيح. <applause> ده القسيس اشرف شويس. وهي محبته دايما بيشجعني كتير وبيعلمني كتير. ربنا يبارك بشكر الرب من اجله جدا في حياتي. آه النهارده بنكمل دراستنا وبنكمل سلسله دراستنا في سفر الخروج. النهارده هنقف قدام الفصح. هنقف قدام حاجات جميله جدا، امور عظيمه جدا في الكلمه. آه، القسيس اشرف النهارده بيكمل معانا في الفصح. آه، خروج 12 بعد ما انتهينا من الضربات العشر م. وموت الابكار. م. بندخل على حاجه مرحله جديده في شعب في حياه شعب الله هي الفصح. آه، بالظبط. آه، يا ترى ايه النهارده اللي حضرتك عايز تقوله لنا بخصوص الفصح؟ آه، هو قبل ما نتكلم عن الفصح انا حابب بس اقرا جزء من كلمه ربنا موجود في خروج 12 النص مهم جدا لانه بيكلمنا عن تاسيس تاسيس فريده الفصح, الفصح. ازاي الفصح امتى تاسس وليه تاسس ويعملوا ايه وانهي يوم في الشهر الى اخره فهقرا من خروج 12 آه بيقول لنا وكلم الرب موسى وهارون في ارض مصر قائلا هذا الشهر يكون لكم راس الشهور م. وهنا آه مهم جدا ان احنا نعرف انه حتى التقويم العبري بدا مع الفصح آه. يعني يعني شعب اسرائيل ما كانش عنده تقويم سابق طول ما هو في ارض طول مصر طول ما هو في ارض مصر آه. وحتى لو كانوا في كنعان كانوا ممكن يستخدموا التقويم الكنعاني والتقويم في مصر مختلف عن التقويم العبري م. فهنا الرب اسس تقويم جديد مبني على الخروج مبني على اهم حدث في تاريخ شعب اسرائيل وهو الخروج من ارض من ارض مصر يعني التقويم بتاعهم ابتدى من لحظه الخروج بالظبط فيعتبر ما يقول لنا انه ليه ليه الرب عمل كده الرب اراد انه يقطع كل علاقه ليهم بالماضي لانه م. لو احنا درسنا مع بعض التقويم المصري التقويم المصري بيعتمد آه آه هو بيسموه تقويم آه آه شمسي م. بمعنى ايه بيعتمد على يعني آه على الشمس كاساس م. فبالتالي التقويم ده مبني على فيضان نهر النيل م. وعلى فتره الزراعه ومبني على فتره الحصاد والفيضان فدول دي السايكلز بتاعت التقويم المصري م. والتقويم المصري في ثلاث اعياد اساسيين في اعياد مرتبطه بال بالنيل او اعياد اعياد مرتبطه بالنيل وفي اعياد مرتبطه بالملك والملوك بتوع مصر وفي اعياد مرتبطه بالاموات دول الثلاث يعني اعياد اساسيين عند المصريين اللي عند المصريين فالرب اراد انه يحط تقويم جديد لشعبه بحيث انه يبقى تاريخ جديد وبداية جديدة وفكر جديد وحياة جديدة مختلفة نهائيا عن القديم كما لو كان بيفصلهم عن آلهة الشمس وإله النيل دي آلهة المصريين كمان بالزبط. لأن العلاقة لها ليها لها إلهة, آلهة يعني بالظبط عشان كده التقويم ده وان تقويم سمي قمري قمري معتمد على القمر يعني بيبدأ آه. بيبدأ مع حركة القمر ويوم 14 نيسان او 14 في الشهر الى اخر الأجز... الاشياء دي أوه. فبيبدا بيبدا يقول لهم الرب ايه؟ يقول لهم انه وكلم الرب موسى وهارون في ارض مصر قائلا هذا الشهر يكون لكم راس الشهور يبقى اول شهر هو ده شهر نيسان م. بيسميه العبري بيسميه شهر ابيب كويس؟ البابلي يطلق عليه شهر نيسان بس عشان كده اوقات نلاقي الكتاب المقدس ذكر بشهر ابيب او شهر ايه الاثنين واحد والشهور العبريه ملهاش اسماء يمكن عندنا في العهد القديم ثلاث اسماء فقط لثلاث شهور م. انما التسع شهور الباقيه ملهاش اسماء لم تذكر لم تذكر اسماءها ف فهي كانت معروفه بالشهور الرقميه الشهر يعني الاول، شهر الثاني، شهر الثالث، شهر الرابع، شهر الخامس. فده إلى... رأس الشهور. فده رأس الشهور بمعنى ان هو الشهر الاول م. لشعب اسرائيل. وكلم كل جماعة اسرائيل قائلين في العاشر من هذا الشهر، اليوم العاشر من هذا الشهر اللي هو شهر نيسان، شهر نيسان بيبقى في نص مارس الى نص ابريل، يعني ده على تقويمنا. ده اه, آه. يعني. يبقى التقويم بتاعنا لو احنا حبينا نحطه فين؟ أوه. نحطه من منتصف مارس الى منتصف ابريل مش يناير يعني. لا مش يناير اه بيبدا مع الربيع مع الربيع ده ده رأس الشهور بتاعنا ده رأس اللي... الشهور ما زال حتى و... الآن؟ لحد الآن ودون في اهم فصح عند او اهم احتفال عند اليهود وهو احتفال الفصح هم بيحتفظوا بال لانه التاريخ هو الرب عايز لهم التاريخ بتاعكم بيبدا من الخروج مم. التاريخ بتاعكم كشعب مم. مش بتكلمك كافراد قبل كده كافراد الرب دعا ابراهيم واسحاق ويعقوب وخرجوا وراحوا الى مصر مم. كاسره مكونه من 75 فرد مم. انما دلوقتي بتكلم على شعب بقى مم. منظم ليه اعياده ليه لتقويمه لي يعني احتفاظهم حتى الان لي بالتقويم علشان الأعياد, علشان الاعياد اللي فيه عشان الاعياد اللي فيه عشان الاعياد يعني أوه. وبالاخص لانه ارض كنعان مش معتمده على فيضان النيل زي زي مصر أوه. ارض كنعان معتمد على رعايه الله لها ارض يعتني الرب الهك بها فهي م. ارض م يعني مميزه عن ارض مصر في الموضوع م. ده فالاول فال شهر يعتبر هو شهر نيسان كويس او شهر ابيب واليوم العاشر في الشهر ياخدوا شاه يقول الرب هنا من من الشهر في اليوم العاشر من الشهر يأخذون لهم كل واحد شاه بحسب بيوت الآباء شاه للبيت وممكن أنا مثلاً وولادي نجيب شاه أو ممكن أنا وأخويا اللي متجوز جنب بعض ممكن إحنا الاثنين نقعد في بيت واحد ونجيب شاه واحده ونذبحها مع بعض يعني ناخد شاه خروف والخروف ده يكون ابن سنه وناخده في اليوم العاشر ممكن يبقى ممكن في البيت في اكتر من خروف، ممكن يبقى عندهم اغنام كتيره، لكنه يضع عينه على خروف هو ده اللي اختاره ويلاحظ هذا الخروف من يوم 10 ليوم 14، يضعه تحت الملاحظه. لا يكون مريض، في عاهه، تعبان سليم يعني لازم يتاكد انه سليم، بياكل كويس، صحته كويسه، يعني ايه, إيه مدلول انه يكون سليم وايه مدلول انه يكون سنه؟ لانه لانه كمان مدلول مدلول انه يكون سليم انه بلا عيب كلمة سليم يعني بالعيب فما يقدم للرب لابد أن يكون عيب وده إشارة للفصح العظيم أو شخص الرب يسوع المسيح اللي, اللي قدم نفسه من أجلنا على عود الصليب علشان يغفر خطايانا فلا بد أن يكون أيضا بلا عيب فهو في أيضا إشارة ورمز واضح جدا لشخص يسوع المسيح وابن سنة وابن سنة أنه يعني في, في 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 شباب شبابه يعني. في قوته عجوز أو مش عجوز م. يعني لسه في القوه وال 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 والجساره المطلوبه شاب يعني فشاب م. فيقول لنا هنا ياخذونه في اليوم العاشر بحسب بيوت الاباء وان كان البيت صغيرا عن ان يكون كفء لشاه ياخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس يعني انت لو لو عندك زوجتك وابنك الوحيد وانا م. عندي زوجه وابن وحيد مش محتاجين كل بيت يحتاج شاه احنا ممكن نجيب احنا الاثنين شاه واحده يقول تكون لكم شاة صحيحه ذكرا ابن سنه تاخذونه من الخرفان او من الماعز يبقى هو يا اما من الخرفان يا اما من الماعز ويكون عندكم تحت الحفظ الى اليوم الرابع عشر يبقى انا احتفظ بيه من يوم عشره إلى يوم 14. م. على فكرة هنتكلم عن الجزء ده بس خلينا أتكلم عن إنه الرب يسوع يوم ما دخل إلى مدينة أورشليم دخل في اليوم العاشر. من الشهر شهر نيسان كويس؟ وبحسب و... و... إنجيل يوحنا أصحاح 12 وقعد في مدينة أورشليم إلى أن قُدّم أه؟ أو قدّم نفسه ذبيحة. نيابه عنا يوم 14 نيسان ونفس الاصحاح برضو 12 نفس الاصحاح يعني نفس الاصحاح 12 صح فالفكره الرئيسيه انه انه هنتكلم عن ازاي كمان التشابهات بين الرمز وبين الحقيقه بين الرمز الفصح في العهد القديم وبين الحقيقه الفصح في العهد الجديد والذبيح العظيم شخص ربنا يسوع المسيح من هذا الشهر ثم يذبحه كل جمهور يبقى ايه كل جمهور جماعه اسرائيل في العشيه. العشيه بتبدا من امتى؟ بتبدا من يوم 14 13. اه. كويس؟ يعني اليوم عند اليهود بيبدا مع غروب الشمس اليوم السابق. يعني النهارده ايه؟ النهارده الثلاث. ثلاث. كويس؟ النهارده الثلاث احنا هنا لسه الثلاث بادئ، بس م. يمكن في مصر اوريدي دخلنا بالليل. م. من الساعه ستة ستة المغرب المغرب يبدا يوم الاربعاء آه. يعني اللي عايشين في مصر دلوقتي بالتقويم مثلا العبري يبقوا دخلوا اليوم ايه خميس الاربعاء الاربعاء احنا لسه اليوم في بدايته ثلاثة. فاحنا لسه في الثلاث اه فما دخلت على الغروب من غروب اول ستة. الغروب اليوم بيبدا من الغروب م. للغروب من الغروب للغروب اه ده يوم ده يوم يعني بحسب التقويم العبري فانت لما يقول لك ان انت تاخده وتقدمه في العشيه تقدمه في اليوم السابق آه. اليوم اللي هو بيبدا اول اول مع غروب الشمس آه ويأخذون من الدم ويجعلونا على القائمتين والعتبه ايه العليا والعتبة العليا كويس في البيوت التي يأكلون فيها ويأكلون اللحم تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة يأكلونه لا تأكلوا منه نيا أو طبيخا مطبوخا بالباء بل مشويا بالنار لابد أن يقدم كله بالكامل وذبيحة محرقة لابد أن تقدم بالكامل لرب ورب يسوع قدم نفسه بالكامل نيابة عنا وبعدين يقول ولا تبكوا منه للصباح والباقي منه إلى الصباح تحرقونه بالنار وهكذا تأكلون أحقاقكم مشدودة وأحذيتكم في أرجلكم وعصيكم في يدكم وتأكلونه بعجلة هو فصح للرب هو فصح للرب إيه فكرة أنه ما يكونش مطبوخ أو بالماء ويكون مشوي بالنار إيه إيه الـ الـ الحرق الـ التقديم الكامل لله لأن أنت لما تقدم تشويه رائحة سرور بتطلع منه فدائما دايما كان الذبيحه 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 اللي تقدم لله كانت تقدم على المذبح تحرق على المذبح آه, كنوع من التكريس الكامل لهذه الذبيحه للرب فالرب يسوع قدم نفسه ذبيحه نيابه عنا بهذا, بهذا المفهوم آه فده ده مهم جدا آه ان احنا نفهمه. آه لو جينا بقى للجزء المهم خلينا احط السلايدز احتمال يكون آه احنا بنحاول شغال تايب كويس. طيب اوكي خلينا نبص خلينا نبص على الجزء ده آه مع بعض. مم. شريعه شريعه الفصح. الشريعه دي مهمه جدا لانه بنتكلم فيها زي ما قلت النص الكتابي واضح وقرينا النص الكتابي لكن نتكلم مثلا عن شريعة خروف الفصح م. في كم حقيقة نحب نتكلم أول حاجة زي ما قلت يحضر كل بيت خروف شاه ذكرا حوليا ابن سنة يوم عشر نيسان يعني م. يوم عشر نيسان لابد أنه يأتي بهذه الذبيحة ويحطها في البيت وتكون تحت الملاحظة نيجي لجزء آخر الجزء الاخر بيقول لنا يبقى الخروف تحت الحفظ الى يوم 14 ثم يسبح في العشيه م. يبقى لحد يوم 14 هو موجود عشان انت تلاحظه كويس لعل يكون في اي لعل لانه ما ينفعش تقدم للرب شيء فيه عيب م. والرمز ولانه رمز للمسيح ولانه رمز للمسيح فما ينفعش طيب آه. ممكن نوقف ناخد مكالمه تليفونيه ممكن. ونرجع نكمل معانا مين؟ معانا الاخ ابو مهند اهلا بيك محبتي لكم ايها الاخوه الافاضل اهلا بك اخ ابو مهند لدي سؤال اذا سمحتم تفضل ذلك ماذا يعني رش الدم على قوائم ابواب الاسرائيليين واعتابها العليا هذا السؤال الثاني ماذا تعني كلمه فصح باللغه العبريه ماذا تعني كلمه فصح فصح باللغه العبريه حاضر هاد. عندك سؤال هاد. تاني؟ حاضر. وكلمة بسيطة تقول كل انسان منا تواجه واحد من الخيارين خلاص المسيح ام دينونته. هذه كلمتي وشكرا. شكرا. شكرا اخ ابو مهند. حضرتك نقطة <applause> السؤال التالت <applause> أه. أسيس؟ اه حاضر. <applause> لما نيجي بقى للجزء الثالث هنا في واحنا بنتكلم ياخذ بنو اسرائيل من دم الذبيحة ويجعلون على القائمتين والعتبة العليا, العليا. في البيوت التي يأكلون فيها. ليه؟ <applause> لانه في هذه الليله سياتي الملاك المهلك اللي هيضرب هي ابكار المصريين فالبيت اللي هيكون عليه الدم البيت ده بيعلن من خلال الدم اولا ايمانه في كلمه الله ثانيا ايمانه انه احتمى في الدم انه الدم بيمثل حمايه فالملاك المهلك يرى الدم ويعبر ايه ويعبر عنه وايضا وكانه الشاه دون مات نيابه عن اللي موجودين جوه البيت م. فبما انه مات نيابه عن الموجودين اللي جوه البيت فالموجودين جوه البيت نالوا حياه وده ده الاشاره عشان كده بدون سفك دم لا يحصل ارضاء م. لا يمكن لا تحصل مغفره ولا والله و و عندما طلب بني اسرائيل من انه يقدموا شاه قدموا شاه ايضا للتكفير عن الخطايا ان هم الشادي ماتت نيابة عن كل بيت من بني إسرائيل م. ففيها رمز لموت المسيح فيها رمز للدم دم المسيح اللي يطهر من كل خطية اللي, اللي بيب تخفر خطايانا ونجد قبول قدام الله كويس فعشان كده كان لابد ان يرش الدم على القائمتين والعتبة العليا الكلام ده لشعب الله لشعب اسرائيل وعلى فكرة لو مصري سمع الكلام ده وعمله أيضا كان بينقذ يعني حتى لو مصري بس عمل كده بايمان بايمان يعبر من عليه ملك المهلك بالظبط وكان كل شعب اسرائيل بما فيهم من خطاه وبفيهم من عصاه وزناه وقتل وإلى يعني مجرمين اكيد مش كل شعب الله كان كان يعني ابرار يعني هل كل شعب الله عدى حتى لو كان فيهم ضعفاء وهل فيهم من امن م. وصدق وعمل ورش الدم اعلن من خلال كده حمايته في الدم. امم. كويس؟ و... وبهذا حفظ البيت وكل من في البيت من الهلاك. يعني الدم هو اعلان ايمان في كلمه الله بالظبط وطاعه ليها. بالظبط. فكل من عمل كده والنفس التي لا تعمل والنفس التي لم تفعل مف... بتفهم مش واثقه يعني. يعني اي واحد مم. يعمل دون ما عملش دون هلك. وبالفعل هلك. يعني وبالفعل هلك. بس هي معلومة ان المصريين كمان إنها اه يعني اي واحد امن لانه م. لانه هي ايمان م. هي ايمان تصديق يعني النهاردة اي واحد بيقبل يسوع المسيح مخلص بيخلص مهما كانت خطاياه مه مهما كانت مضي مهما كان حياته السابقة م. امن بالرب يسوع فتخلص انت واهل بيتك فاذا قبلت الرب يسوع واذا صدقت ان المسيح مات من اجلك على صليب الصليب وانه دفع تمن خطاياك بموته على الصليب واعطاك حياته أه، أه، لتكون لك حياه ابديه وصدقت دون وقبلت بالايمان انت خلصت. مهما كان الماضي بتاعك شكله ايه؟ ومهما كانت جنسيتك وخلفيتك, وخلفيتك وايمانك ومهما دي. كان ماضيك من مساوئ يعني. كلمه فصح بالعبري يعني آه. عبر عبور 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 اللي هو الصليب اللي هو يعني اه يعني الملاك هيعبر البيت اللي عليه الدم م. فلن يدخلوا وبالتالي البيت اللي عليه الدم هيبقى ليه حياة وانقاذ مظلة فيه مظلة حماية بالظبط yeah. هي استوقفتني برضو وهكذا تأكلونه أحقاقكم مشدودة yeah. وأحذيتكم في أرجلكم yeah. وتالت حاجة وعصيكم في أيديكم yeah. وتأكلونه بعجلة okay. هو في للرب. الرب عايز توضيح لاحقائكم مشدوده احذيتكم في ارجلكم وعصيكم في ايديكم ايه المقصود وايه الدلاله لهذه الامور؟ آه، لانه في هذه الليله م. سيتم الخروج م. وبما انه الخروج هيتم انت لازم تبقى جاهز م. فلما فرعون يقول لموسى خلاص اخرجوا لازم انت تبقى جاهز رجلك فيها صندلك في رجلك ايدك ماسك فيها العصايه بتاعتك بتاكل بسرعه انت مش يعني انت زي ما يقول ايه زي مثلا تبقى تبقى عارف انه في قطر هيجي الساعه ستة ياخدك من على محطه القطر ما ينفعش مثلا تقعد لو في مطعم او كافيتيريا تقعد بقى وايه وتطلب طلبات كتيرة وممكن الأكل يتأخر أنت عايز حاجة بسرعة بحيث أنك تاكلها علشان الساعة ستة بعد كم دقيقة القطر جاي وهتركبه وتمشي فهو بيقول لهم أنه العشية دي في هذه الليلة في الليلة اللي فيها يضرب الرب كل أبكار المصريين هي الليلة اللي أنتوا هتخرجوا فيها فأن تكونوا جاهزين مستعدين للحظة الخروج ما تبقوش مرتبطين بأي شيء لا هتقولوا لي لسه هنلبس ولا لسه هنحط حاجاتنا في الشنط ولا مش عارف احنا مش جاهزين ولا احنا محتاجين يوم زيادة ولا احنا لسه ملمناش حاجاتنا لازم تبقى كل جاهز وكل ما في البيت جاهز كل هذه الأمور هي للاستعداد للاستعداد أكون مستعد بالظبط وتاكله بعجلة وده ليه لي روحية في وقتنا طبعا انه احنا احنا كمؤمنين آه لابد ان نكون مستعدين لمجيء الرب يسوع وعارفين انه وجودنا في, في 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 العالم هو وجود مؤقت احنا مش مخلدين في الارض احنا عابرين في الارض لكن مش مخلدين فيها فبما ان احنا مش مخلدين يبقى احنا ما ينفعش نتمسك بالامور الارضيه وما ينفعش نظن إنه حياتنا هنا هي إلى الأبد. هيجي وقت ولابد أن نخرج من هذه الأرض. هيجي وقت ولابد أن نرحل عن هذا العالم. فعش كده لابد أن نكون مستعدين في ترحالنا وفي أيام إلى وطننا الآخر. <applause> يأكلونه كمان مشويًا بالنار مع م. فطير على أعشاب مرّة. والأعشاب م. المرّة تشير إلى الألم والتعذيب والعبودية اللي عاشوها انه شيء تذكاري كل لما ياكلوا الاعشاب المره دي كل سنه وهم بيحتفلوا يفتكروا بال ب... يفتكروا قد ايه كانت حياتهم مره وقد ايه كانت حياتهم صعبه فيشكروا الرب فيشكر على الخلاص بالظبط فده مهم جدا كمان لا يؤكل شيئا منه نيا او مطبوخا ولا يبكون شيئا للصباح وان تبقى وان وان تبقى منه شيء يحرقونه بالنار حتى الخاطي اللي بيرجع للمسيح وبيعرف الرب وبيختبر حياه جديدة معاه وبيسيب الماضي وبيدوس عليه لما بيجي يعبد الرب يعبد الرب بفرح, بفرح غير طبيعي طبعا. اللي ما اختبرش يتفرج عليه أنا يمكن عشان في الترنيم بشوف ده كتير فبلاقي ناس قاعدة تتفرج على واحد واقف بيسبح وسايبين المرنم أو القائد وبيبصوا على اللي بيرنم بفرح وطاير مع ربنا وفرحان في عبادته الإجابة ببساطة إن هو كان في أرض العبودية وخرج وعبر به الرب منها ب... وأوجده في أرض النعمة وأرض وشاف قد إيه هو كان في الموت. ف... يعني الخروج بالنسبة لشعب إسرائيل مم. زي الصليب بالنسبة للمؤمنين في العهد الجديد. بالظبط. إنه الحياة المسيحية مرتكزة على الصليب. مم. يعني الصليب هو هو الحياة هو القلب النابض للإيمان المسيحي. فبالتالي كل حياتنا لابد انها تكون مؤسسه على هذا، حتى سلوكياتنا تؤسس على الصليب وعمل المسيح، عبادتنا تؤسس على عمل المسيح، تقوانا مخافتنا للرب يؤسس على عمل المسيح، خدمتنا تؤسس على عمل المسيح، عطائنا يؤسس على على عمل المسيح استعدادنا للسماء مؤسس على عمل المسيح. يعني طبعا فكل الصليب هو 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 حجر الزاويه في الايمان المسيحي يعني اذا اذا حبيت احط تعبير ده انه فعلا الصليب عشان كده الرسول بولس يقول انه انا لا اعزم ان اعرف شيئا بينكم الا يسوع المسيح, المسيح واياه مصلوبا فالصليب المسيح هو اللي فيه خلاصي وفيه فدائي وفيه اعلن الله محبته ورحمته وعدله و... و... وتم خلاص البشريه في الصليب عشان كده الخروج من مصر بالنسبه لشعب اسرائيل هو في مقام الصليب بالنسبه للمؤمنين في العهد الجديد. م. لما نيجي بقى للفصح، الفصح ارتبط باكثر من حاجه. م. الفصح ارتبط اول حاجه بذبيحه. اه ذبيحه. هذه الذبيحه تذبح نيابه عنك، ولما نقرا فيما بعد آه سفر اللاويين ونقرا عن الذبائح ونقرا عن تقديم الذبائح الذبائح كانت ترمز في مجملها لشخص الرب يسوع اللي هيأتي في ملء الأيام وانه يقدم نفسه نيابة عن الذبيح الكامل ف وهنا كمان بدون سفك دم لا تحصل مغفرة وعشان كده كان في العهد القديم لما واحد يجي بذبيحة كان مهم قوي انه قبل ما يقدمها وقبل ما تذبح كان يعمل ايه كان يضع يده عليها دي م... لما نقرا في سفر اللاويين نعرف ال... الممارسات دي انه يضع يده على الذبيحه ووضع اليد ليه اشاره و... 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 ومعنى مش لمجرد بس ممارسه ان واحد بيضع يده هو بيعترف بخطاياه فكانه خطاياه اللي هو ارتكبها تتنقل منه الى الحمل البريء يعني وانا بعترف بخطاياي انا خطاياي بتتنقل عن طريق ايدي يعني ده المعنى والرمز م. عن طريق ايدي اللي محطوطة عليه بتتنقل خطاياي مني انا لي ف... فهو بيبقى مذنب وانا ببقى بريء وفي نفس الوقت بتتنقل حياته لانه هيموت وانا المفروض اموت فبتتنقل حياته ليا انا عشان احيا وده بالظبط اللي عمله الرب يسوع م. انه وهو مجروح لاجل معاصينا مسحوق. مسحوق لاجل اثامنا تاديب سلام عليه وبحبره شفينا كلنا م. كغنم ضللنا منا كل واحد الا طريقه والرب وضع عليه ما إثم جميعا جميع. كده رسول بولس لما يجي في كورنثوس الاولى وأصحاح خمسه م. وفي عدد سبعه يقول لان فصحنا المسيح قد ذبح لاجلنا عشان كده نقدر نعيد ونحتفل الذبيحه مهم جدا لانه ده جوهره الفطير م. <applause> خبز خالي من الخمير ايوه كويس والخميره في ال... في العهد القديم ترمز الى ال... ترمز الى الخطيه <applause> وعشان كده الليله اللي هي السابقه للفصح قبل ما يقدم الفصح ويذبحه كانوا ياخدوا الشموع كويس او ال... اي حاجه منوره لمبه الجاز الانديل الموجوده اللمب الموجوده ويدوروا في كل البيت في كل الأوض كل العيلة تدور ويفتشوا لو في أي خميرة لابد أن تنزع أي شيء مختمر لابد أنه يتشال لو عندك حتى عيش سابق وكان فيه خميرة لابد أنك ترميها تتخلص منها. وده إشارة. ده إشارة إنه لنزع الخطيئة. ده نزع الخطية. نزع الخطية ومش ممكن أبدا أنا أنال بركة الله دون أن أعترف بخطاياي وأقر بخطاياي. وده بيقول لنا انه قد ايه نزع الخطيه من الحياه مهم وده عمل الانسان انه قدام عمل الله العظيم الانسان بيعترف بخطاياه ويتوب عنها ويتخلص ويتوب منها. عنها الحاجه الاخيره الاعشاب المره زي ما قلت هي تذكار للعبوديه القاسيه انه قد ايه حياتنا كانت في مرة. مرار وعذاب والرب تدخل وانقذنا هنتكلم م. عن الفصح بتفاصيله أيوه. الجميلة بس حبينا نقول بعض الامور المقدمة. دي الدم م. طبعا يبقى عندنا هنا اربع حاجات مهمين مرتبط الدم على العتبة العليا والقائمتين علامة لهم حتى ينجو من قبضة الملاك المهلك ايوه كويس يبقى ال ال الانقاذ من الملاك المهلك يكون من خلال الدم اللي بيرش على العاتبتين والقائمة العليا الفصح اليهودي النهارده هنا دي كلمة فسح أو فسخ بالعبري موجودة في في النص هنا بيبقى زي في زي طبق كده وفي الطبق دون في كذا عنصر في كذا كذا شيء بيحط أولاً عظمة في الصورة تلاقيها في عظمة عظمة مشوية إشارة إلى الخروف إشارة إلى الخروف اللي هيقدم ويحرق آ... 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 وبعدين في آ... بيضه موجوده وفي كمان اعشاب مره وبقدونس اعشاب مره وفي مكسرات آ... مع بعض من التفاح وفي بيحطوا ماء آ... بملح وبرتقان وبيحطوا اربع كؤوس يعني دايما على السفره بيبقى مش كأس واحد لكن في أربع كؤوس موجودين على السفرة م. وتقول لي معنى أربع كؤوس ليه أربع كؤوس م. أربع كؤوس بترجع إلى سفر الخروج وأصحاح ستة آه. ولما نقرأ في سفر الخروج في أصحاح ستة في أربع بركات الرب قالهم لموسى هيأتوا في الخروج وعشان كده كل كأس هي تشير إلى بركه من هذه البركات مم. في الخروج سته وعدد سته كويس؟ يقول لهم ايه؟ لذلك قل لبني اسرائيل الرب بيكلم موسى أنا لذلك الرب. قل لبني اسرائيل انا الرب مم. ده جميل جدا وبعدين يقول لنا بقى اربع حاجات الرب هيعملهم وانا اخرجكم من تحت اثقال ايه؟ المصريين, المصريين. يبقى اول حاجه الرب هيعملها ايه؟ يخرجنا يخرجنا من تحت اثقال المصريين دي اول بركه مم. يعني بما انه هو الرب م. فاول كاس تشير الى الخروج خروج تشير الى العمل الفداء م. وبعدين يقول ايه ومن انقذكم وانقذكم من, من عبوديتهم م. مش بس انا هخرجهم لانه ممكن الواحد يخرج لكن مازال يبقى عبد للماضي م. عبد للسيد لا ده انا كمان انقذكم من عبوديتهم ويعني في انقاذ م. يبقى في خروج في انقاذ في كمان ايه خلاص. وخلاص بذراع ممدوده يبقى كاس للخروج كاس للانقاذ كأس, كاس, للخلاص وفي حاجه اخيره كاس واتخذكم لي شعبا تبني تبني انه مش بس انا هخرجكم واسيبكم ولا ان انا اخلصكم واترككم لا ده انتوا هتصيروا لي شعبا وانا اكون لكم الها انا اكون لكم ابا وانتم تكونون لي بنين فان هنا الرب يقول ايه واتخذكم لي شعبا عشان كده بيحط اليهودي اربع كؤوس على على المائده لما بيجي بيحتفل بالباسوفر بي او بالفصح لما لو كان بيتذكر الخروج والانقاذ بالزبط. والخلاص بالزبط. انقذكم يعني اخرجكم, أخرجكم. انقذكم, أخرجكم. أنقذكم. أخرجكم. أخلصكم. اخلصكم واتخذكم لي لي وكل وكل كاس ليها صلاه أما يرفع هذه الكأس ليه صلاة معينة من أجل أكيد الموضوع أيوة الرب إله السماوات والأرض أخرجتنا أخرجتنا ويقرأ نص كتابي مم. آه معروف ولازم تقرأ قصة الخروج مم. يعني آه في حاجة بيسموها هجتا واللي هي عبارة عن يعني سؤال وجواب علشان يخلوا كل أفراد الأسرة وهم قاعدين على السفرة بيحتفلوا بالفصح أن يبقى interested بالنسبة لهم فالأولاد والكبار الموضوع بالنسبه لهم انترستد فممكن الاولاد يسالوا سؤال والاباء يردوا يعني آآ 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 يعني آآ لماذا لماذا يعني. اخرجنا الرب من ارض مصر؟ فتلاقي الاجابه لاننا كنا عبيد وكنا كذا وفرعون عمل كذا و و و بيسلموهم الـ بيسلموهم بجد هي دي النقطه آه. فانت في فيها حوار بيبقى آه. مع الاسره بيجبروا على, المف... على احنا بنعمل هذا ليه ده؟ بالظبط زي النهارده احنا برضو في الميده بنف... بنف... بنشرح بنتذكر الاطفال احنا بنعمل ايه؟ يعني الاطفال بتسال ليه بنشرب الكاس؟ ليه بناكل ال... يعني ف... فهي هنا ممارسه عائليه مم. يعني الفصح في العبري في العهد القديم هو ممارسه لكي تذكر لكي تخبر بنيك وبني بنيك بما صنعه الرب معك. فرب الاسره يقعد الكبير يقعد والصغيرين يقعدوا ويبقى و و و و و و و احتفال ب بما صنعه الرب عيد ويتخلى قرايات من الكتاب يتخلى له قرايه قصه الخروج يتخلى تسبيح وتهليل ده كل آه كل سنه كل سنه لكن آه في كل اسبوع او كل شهر في ممارسه؟ لا في في كل اسبوع كل شهر في عندهم اليوم السبت ده بيبقى يوم يعني هو يوم الرب بالنسبه لهم فبيروحوا المجمع م. وبيقروا جزء من الشريعه وفيها نوع من التسبيح يعني الطقس اللي و... حضرتك شرحته لنا ده الطقس ده عيد الفل... ده في العيد زي بس احنا بيتم زي عندنا مثلا احنا بنحتفل بعيد القيامه م. والصليب امتى مره في السنه فهنا ده بيحتفلوا بمره في السنه يعني احنا اسبوعيا مثلا يوم الاحد احنا عشاء الرب طبعا آه. هو تذكار آه. هو احتفال م. هي افخارستيه فريد م. شكر الفصح عنده هو مرة في السنة وده و و هو الأول أول بداية السنة طول السنة ما بيصنعوش خالص لا لا يعني هو تذكار سنوي بالظبط في رأس الشهر في, في نفس رأس المعادة. الشهر في اليوم العاشر, في اليوم العاشر يعمل كذا واليوم الرابع 14 يبدأ اللحظة ده العيد ده العيد م. والعيد بيبقى 8 أيام كويس أول يومين وآخر يومين ممنوع فيهم الشغل نهائي كويس؟ لانه هو بيبقى الفصح وبعدين عيد الفطير وبعدين بيختتم الاسبوع باحتفال كبير. فانت ممنوع تشتغل في اليومين الاولين واليومين الاخرين، لكن ممكن في النص تعمل. يعني لو عندك شغل حسب الشريعه اليهوديه ممكن تعمله. فعشاء الفصح بقى بعشاء الفصح بيسموه بالعبري سيدار. وكلمه سيدار يعني ترتيب، في ترتيب. مم. يعني لما بيجوا يقعدوا وبيبقى و... و... في ترتيب آه معين آه. و... ومش الحاجات بتتم عشوائيه زي احنا مثلا حتى عندنا في الميدة في ترتيب آه. يعني ما ينفعش مثلا آه آه ناخد الكأس قبل الخبز مم. لأن الرب يسوع قال خذوا كلوا هذا هو جسدي, جسدي قبل ما يقول خذوا كلوا خذوا اشربوا هذا هو آه دمي دمي ففي هناك ترتيب فكلمة سيدار معناها ترتيب عشان كده معظم الكتب حتى اللي في كتب جايد او مرشده ازاي تعمل احتفال الفصح يعني ازاي تحتفل بيه ترتيب الترتيب ده بيبقى فيه زي ما قلت في عظمه مشويه لخروف في طبق في اعشاب مره في بقدونس والبقدونس ليه آه اشارتين اشاره منه انه سريع النمو فشعب اسرائيل نام بسرعه والاشاره الثانيه ربيعي بدايه الربيع خليط من التفاح مع المكسرات ايضا نفس الشيء ملح ماء بملح المراره اللي عاشوها في مصر والزي انها كانت ايام مره وقلت انه البيت. كمان في في الكؤوس في اليوم السابق للفسح ينبغي يعني التخلص من الخميره البيض ليه اشاره البيض ايضا ليه اشاره يرمز الى الحياه الجديده الى البدايه الجديده الى عمر جديد فبيرمز للشيء ده كمان اليوم السابق بيقول زي ما قلنا انه تخلص من كل الخميره اللي موجوده في البيت. م. يعني شوف في خروج مثلا اقرا لنا انت بيتر الشاهد ده خروج 34 25. خروج 34, 34 وعدد 25. عدد 25 آه. اه بيقول لا تسبح على خمير دم ذبيحتي. بالظبط. ولا تبت الى الغد ذبيحه عيد الفصح يبقى ده امر الهي لا تذبح على خمير دم, دم زبيحة يبقى لازم تتخلص من الخمير اللي موجود كله في البيت مم. لازم البيت يتطهر من الماضي. اي خطيه مم. ولا تبت الى الغد ذبيحه عيد الفصح ما تبيتش معايا يعني كويس يعني لازم الفصح ينتهي في ليلته بالظبط اه بالظبط دي اللي مدلول برضه؟ آآ آآ لانه الخروج تم في نفس الليله الخلاص تم في ليله ما ينفعش انك يعني هو الليله اللي فيها عملوا كده هي الليله اللي مر فيها الملاك المهلك هي الليله اللي خرجوا منها من ارض مصر كويس الاحتفال بيبدا باناره الشموع ايوه باناره الشموع و... و... والشموع دي الستات او ربات البيوت هم اللي بيعملوها م. ينوروا الشموع في البيت آه وده دليل أو إشارة إلى أن الله بيفصل ما بين النور والظلمة انه بيفصل ما بين الماضي والحاضر م. والمستقبل اللي جاي وكلمة يفصل على فكرة مهمة جدا حتى في تكوين واحد ان هو فصل الله بين النور والظلمة وفصل الله بين الجلد التي في السماء والجلد الذي على الأرض انه كلمة فصل ففي وربنا لما ضرب المصريين بظلام فصل ما بين المصريين وفصل ما بين العبرانيين. م. العبرانيين كان عندهم نور اما المصريين فكان عندهم ظلام. فاناره الشموع يعني ليها دلاله. م. تقديس الخمر بين الكأس الاولانيه اللي هي الخروج. وهنا بيبدأ يصلي ويردد بعض العبارات ويسبح الرب على الخروج اللي تم مع الكأس الاولى. آه آه بعدين يغسل الايادي يغسل الايادي جزء من التقليد اليهودي انك تغسل ايدك تغسل ايدك تطهير, آه إيدك تطهير. قبل ما انت تبدا تتناول وبعدين يغمس الخضروات والبقدونس في الماء سوري ده الماء بملح انه انه لما بيجي كده عشان يذوق المراره والملح ويتذكر الالم والفتره اللي عاشها شعب اسرائيل في ارض مصر وبعدين يكسر الخبز الخبز ده ثلاث خبزات موجودين على 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 على, على السفره. وبيبدا و و يكسر الخبز وبعدين ياخد الكاس الثانيه ويخبر بالأقبار قصه الخروج. اول ما ياخد كاس ثانيه يتناول منها يبدا يحكي بقى قصه الخروج. ممكن يقرا ابتداء من خروج اصحاح ثلاثه واربعه وخمسه وسته والضربات الرحله كلها الرحله كلها تبقى وينهي بيها. وممكن تبقى في حوار ما بين الاب واولاده مم. كويس عشان يبقى الموضوع إيه شيق وايه اللي حصل مم. هم يسالوه وهو يجاوب بين النص الكتابي مم. وبعدين بتاتي ياكل الخبز ها أه؟ وبعدين ياكل الاعشاب المره بعد كده وفي سندوتش كده صغير ممكن بيتحط برضو يبقى زي حاجه بسيطه قوي عن عباره عن التسبيح وشكر الله وبعدين ياكلوا العشاء الميل بقى الوجبه الاساسيه وبعدين ياخدوا الكاس الثالثه وبعدين يرنم ترنيم الحمد مع الكاس الرابعه كويس وحسب التقليد حسب التقليد مع الكاس الرابعه يبدا يرنم ترنيم المصاعد كمان يعني فيما بعد آه. وهنا وبعض بعض المفسرين فاكر لما الرب يسوع احتفل بالفصح م. ويقولوا وخرجوا مسبحين م. بعد لما كانوا في آه. العلية يقول لنا النص الكتابي آه. انه وخرجوا مسبحين ودايما بنسال خرجوا مسبحين ايه يعني خرجوا مسبحين كعالد. بيقولوا ايه آه. وبيسبحوا ايه فبعض العلماء اليهود بيقولوا لنا انه في الجزء ده بيرنموا مزمور 118 كويس ومزمور 118 يعتبر مزمور من المزامير المسيانية وكأن الرب يسوع وهو خارج مع تلاميذ بيرددوا هذا المزمور يقول أحمد الرب لأنه صالح لأن إلى الأبد رحمته ليقل إسرائيل أن إلى الأبد رحمته ليقل بيت هارون أن إلى إن للأبد رحمته ليقل متق الرب إن إلى الأبد رحمته ومن الضيق دعوت الرب فأجابني من الرحب الرب لي فلا أخاف ماذا يصنع بي إنسان الرب لي بين معيني وأنا ساري بأعدائي بالاحتماء بالرب خير من التوكل على الإنسان إلى آخر الأجزاء الجميلة اللي بتتكلم عن عن عناية الله وحماية الله لشعبه وكأنه ممكن برضو شعب الرب يردد مع بعض يعني كانوا دايما يعني مجموعة تقول احمدوا الرب لأنه صالح آه. وبعدين الجزء الثاني المجموعة الثانية يقول لأن إلى الأبد رحمته هو حتى كمان آه مفدي الرب لان الى الابد رحمته يعني وليقل هارون وان ان الى الابد رحمته ويبداوا يرددوا صوت ترنم وخلاص في خيام الصديقين جميله اه يعني آه بدليل على العمل الرب يعني او بيعبروا به هنا فعلا عن مصانع الرب معاهم بالظبط فالفصح مهم جدا وبعدين بيختتموا بقى ايه الترتيب دون بيختتموا القعده دي آه. فبيبقى احتفال اسري احتفال عائلي واحنا النهارده عندنا خروج اعظم م. يعني يعني ما صنع الرب يسوع ايوه لا يقاس مقارنه بالخروج القديم لأنه ده خروج اعظم م. يمكن الرب خرجهم من العبوديه الجسديه الماديه الى ارض كنعان اما احنا فالرب خرجنا من عبوديه الشيطان والموت والهلاك إن احنا يكون لنا حياة أفضل وحياة إلى الأبد بالمسيح يسوع وعشان كده أنا بيعجبني دايماً لما نقول على على الإخوة اللي قبلوا الإيمان من حظيرة أخرى بنسميهم عابرين م. يعني لأنه عبور بالظبط وده آه. الفصح كنتوا أعمى بالزبط. أو كنتوا عبداً إنه إنه إنهم عبروا عبروا إلى بر الأمان، عبروا إلى حيث البركة والقياده من الموت للحياه من الموت للحياه من الظلمه للنور من العبوديه من الضلال ابني هذا كان ميتا فعاش كان ضالا, ضالاً فوجد ف بيعجبني كان مسخرني وكان عبد لي لحريه أو مجد او لا بالظبط بيعجبني جدا انه نحن دايما نطلق عليهم عابرين مم. يعني وده شرف مم. يعني حتى اللي تربى في بيت مسيح لكنه ما قبلش الرب يسوع الا في لحظه من لحظات هو ايضا حياته محتاج يعبر واللي لسه بعيد عن الايمان المسيحي محتاج انه يعبر النقطه يعني دي حضرتك يعني أثرتها نقطه مهمه جدا حابب اقف عندها يعني كتير قوي 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 من المسيحيين بيظنوا انه انا في بيت مسيحي او انا في اسره مسيحيه او فانا في بيت كاهن او اسيس او مرنم او خادم ايا كان يعني او انا في بيت شيوخ البيت بتاعنا كله شيوخ في الكنيسه او شمامسه في الكنيسه وانا ماما خادمه كبيره شيوخ بمعنى ائمه شيخ آه. شيخ, آه. شيخ يعني, شيخ شماس في الكنيسة يعني. اه شيخ في الكنيسه <applause> الانجيليه او شماس في الكنيسه الارثوذكسيه او كاهن ارثوذكسي او اسيس إنجيلي ايا إن كان يعني ويظن انه انا في المسيحيه أنا في وانا في الامان وانا في الخلاص وانا لو وانا مصيري مصير ابويا وايمانه وانا وراه يعني. حضرتك يعني يعني فعلا حطيت ايدك على نقطه مهمه جدا انه لابد ان اعبر انا حتى لو كنت في بيت بهذا الشكل. النفس التي ترفض ان تضع الدم تموت. تهلك والمسيح الاسمي اللي يرفض ياخذ المسيح كمخلص شخص لحياته يهلك يعني ممكن اقول حاجه قرايب موسى عيلته في الوقت ده لو ما كانوش حاطين الد... الدم على العتبه على القوتين والعتبه يديع. كانوا هيضيعوا بالظبط مش قرايب موسى لا 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 موسى نفسه ده ده موسى نفسه لو ما كانش حاط كان موسى هيضيع مع ان ده يعني ده م... اللي هيعبر بالشعب <applause> لانه ده ما فيهوش تهريج ده مش ده مش طريق الانسان للخلاص ده طريق الله للخلاص وده و الطريق اللي بيكفر عن الخطايا وده الطريق اللي اللي بيضمن لي الحياه الابديه فبدونه انا هالك عشان كده كتاب قال لنا انه من له الابن له الحياه ومن ليس له الابن فليست له الحياه فايماننا بالرب يسوع هو ضامن الحياه م. لان الرب يسوع مات من اجلنا على الصليب لكي يعطينا هذه الحياه حابب حضرتك تاخدنا شويه بقى للعبور الحقيقي اللي المفروض يعني كل واحد يختبره يعمل ايه علشان فعلا اقول انا عبرت انا مش عابرين اللي هم اللي كانوا في حظيره اخرى لا م. انا بتكلم على كل من هو لا يعرف لسه حتى الان المسيح ولم يختبر المسيح وما زال في خطاياه وما زال في سكه تيهانه عن الرب يسوع لو خدنا قصه الخروج في العهد القديم آه وشفنا انه فرعون يرمز الى الشيطان مم. الى ابليس اللي هو يريد ان يمتلك الانسان ويريد أن يهلك الرب يسوع قال عن ابليس انه انه ذاك قتالا للناس منذ البدء, منذ البدء. آه وهو هو هو ما بيجرحش هو بيموت مم. فابليس يريد هلاك الانسان يصرق ويريد انه بالضبط ويريد انه الانسان يكون عبد كل ايام حياته للخطيه وللشر ولل وللنجاسه مم. ابليس ده ده, ده هو اللي عايزه كويس وانا بعيد عن المسيح انا هالك انا عايش جوه مصر في عبوديه انا ملك لفرعون مم. فالانسان اللي لسه ما المسيح هو انسان ملك ليه سيد قاسي ملك ليه ابليس كويس وبما انه هو ملك الابليس فهو مصيره ايضا الهلاك الابدي مم. وعش كده المسيح مات والا يكون المسيح مات بلا سبب مم. يعني لو كانتش دي حقيقه يبقى المسيح مات بلا سبب مم. لكن المسيح مات لكي ما يحررنا يعني يقول لنا الكتاب أن المسيح دخل بيت القوي لكي ما يسلب. يسلب فهو احنا كنا ملك لابليس اللي هو قوي لكن الرب يسوع اقوى اتى واخذنا بالضبط أجز اتى وخرجنا فبموته صار لنا حياه وصار لنا خلاص وصار لنا حريه عشان كده الانسان البعيد عن المسيح هو انسان مسكين وهو ده العبور في العهد الجديد بالضبط هو ده العبور هو ده الإيمان م. هو ده اللي بيسميه كتاب تجديد م. هو ده اللي بيسميه كتاب ولادة تانية ولادة تانية هو ده اللي بيسميه الكتاب إنه آه يعني آه انتقال من آه الظلمة إلى 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 النور يعني وده بنلاقيه في أكتر من شخص أنا, أنا يعني نقدموس مثلاً نيكوديموس واحد من الأشخاص جيف 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 كان معلم صراحة. لليهود لكنه لم يكن بعد آمن بالمسيح لكنه امن بالمسيح وعبر من التقليد وال وحياه ال حديثه حتى مع الرب بالظبط كان فاكر انه انا لا انا حاجه كبيره قالوا لا ينبغي ينبغي <applause> <applause> اللي عبرت كمان المراه السامريه المراه السامريه اللي كانت عايشه في الخطيه وكان يعني عندها علاقات سابقة قد كده واللي عايشة معاه ما كانش زوجها وكانت يعني حتى بتحكم على الرب يسوع في أمور دينية الرب يسوع قال لها أنه من يشرب من هذا الماء يعطش أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد قالت له يا سيد أعطيني من هذا الماء إلى أنه خدها أنها تدرك أنها هو المسيح كويس وقتها يعني قبلت الرب يسوع واتغيرت بولس الرسول عاش كل ايام عمره يضطهد الكنيسه م. كان من مضطهد الكنيسه آه كان من مبغضي الايمان المسيحي م. لكنه اتغير اتحول من الموت الى الحياه عبر من الظلمه الى النور عبر م. واحنا النهارده بنشوف كثيرين يعني يمكن احنا بنخدم يعني في خدمتنا وانت تعرف كده كويس في قناه الحياه انه انه فعلا احنا بنشوف الرب بيخلص كثيرين م. آه وبياتي بكثيرين من الظلمه الى النور مم. يعني آه آه ناس الرب بيظهر لها وناس ما نتوقعش خالص وناس آه. الناس ما ناس الرب بيفتقدها شخصيا بيروح لها الى حيث حد هم لحد عندهم بيروح لهم ويتكلم معاهم ويجيبهم للايمان المسيحي مم. فنشكر ربنا ان احنا عندنا ناس بتعبر في شمال افريقيا عابرين كثيرين مم. في البلاد العربيه هناك عابرين كثيرين في البلاد الخليجيه والسعوديه والبحرين والامارات في عابرين كثيرين في اوروبا الله وفي كل الله مكان الله لا يترك نفسه بلا, بلا شاهد, شاهد وعشان كده الرب بي بياتي بهؤلاء الى الايمان بالمسيح يسوع وده شيء جميل وكل واحد عبر بيقول انا كنت عايش ازاي قبل كده بكلم جد يعني لما تقعد تحكي مع العابرين انا انا ازاي حياتي كانت قبل كده انا كنت عايش في الظلم لما يتامل فيها ويسترجع كده ايه ده يعني كان عايش, الطين كان عايش في, في الطين اللي انا كنت فيه ده ايه الطين والوحل اللي كنت عايش فيها فيرنم ويفرح ويسبح وي... ويعيد فعلا هنا هنا العيد هو ده العيد مش يعني كده هنا ده العيد هو ده هو العيد العيد بقى ايه مفهوم العيد, العيد, العيد بقى م. يعني آآ آآ زي في اغنيه تقول العيد فرحه صح <applause> بس العيد 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 فرحته مش اللبس ولا الأكل والشرب بس الشرب العيد. العيد فرحته بالخلاص اللي صنعه المسيح صاحب العيد يعني نفسه صاحب العيد نفسه م. لما عشان كده ما حدش يعرف يعيد غير اللي اختبر حد شبهها مره قال لك لما يكون عاملين عيد ميلاد مثلا لشخص مش موجود هو مش موجود يعني طب فين في عيد ميلاد مين النهارده الاسيس اش طب هو فين الاسيس اش ما جاش طب احنا بنعمل عيد ميلاد لمين <applause> طب احنا عاملين بلالين وفرحانين عشان في مين الكتاب المقدس يعني. لا يستطيع احد ان يعبد ويسجد ويفرح ويهلل من القلب الا اختبر طبعا يعني 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 لانه الشعب ده اختبر خلاص الله مم. فحتى لما خرج من مصر و... وعبر البحر يقول انه رنموا رنموا. سبحوا الترنيم ده, طال... ده الترنيم ده ما كانش موجود قبل ما كانش موجود ورأسه وما نعرفش نرنم ليه لان احنا ما زلنا عبيد ما نعرفش نرنم إنما لما نتحرر نعرف نرنم يعني لما نختبر نعرف نرنم في العبودية الكتاب ما ذكر لناش حتى إنه رنمه إنه سبحه إنه هتف إنه عملوا أي مظاهر فرح كيف رنن لرنم للرب, للرب. يعني ونحن, ونحن في أرض غريبة عشان كده كمان نقطة مهمة اللي يعرف يخدم الرب هو اللي, اللي اختبر الخلاص والحرية مش كده اللي استلم حاجة حقيقية هيسلم حاجة حقيقية الخادم الحقيقي للرب هو اللي فعلا استلم اختبار حقيقي ودعوة إلهية آه إنما مثلا لو جبت واحد أو كبر في الكنيسة قلت له اخدم الرب آه خدمته تبقى بالجسد م. مش بالروح ليه؟ لأنه ما اختبرش النعمة الإلهية وعش كده آه يعني لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان لي مكان في سماك هنفضل طول عمرنا مدينون مديونين للرب. اللي طول حقيقي. طول عمرنا آه. كمختبرين يفضل شعب اسرائيل م. يبص لمصر ويقول يا مين اللي خرجني؟ أيوه. هو اللي خرجني. م. انا ما كنتش اقدر لا اخرج ولا كنت عندي القوه ان انا اخرج م. ولا عندي الطاقه ان انا اعرف اخرج انا كنت عبد م. واحنا كلنا كنا كده اموات بالذنوب والخطايا لكنه احيانا مع المسيح. يعني أنا بشوف دايماً إن معجزة شق البحر دي كان الهدف منها إنه يوري شعب الله مش مش فرعون بالظبط فرعون يعني. هيهلك خلاص بعد دقيقة يعني مش ه... مش ه... هيفتكر فين بقى بعد كده فرعون أو هو واللي معاه أنا عايز أوري طبعاً المسكونة كلها يد الله القديرة لكن أنتوا أهم المعمودية أنتوا نفسكم أه أنتوا نفسكم شعبي أنا عايز أوريكم قد إيه أنا أشق لكم البحر دي معجزة أنا عملتها عشانكم عشان زي ما حضرتك بتقول يقعدوا يتاملوا في قد ايه الرب جابني من الخطيه وجابني من العالم ازاي وانا كنت اشر الناس ويا ما سمعنا قصص عن ناس كانت ابعد البعد دول لا يمكن يجوا ده صح ده هو صح. دي النعمه والرب اتى بيهم والرب اتى هي دي النعمه عشان كده عزيزي المشاهد فعلا مم. من كل قلوبنا امين يعني بنشجعك ان كنت لسه ما اختبرتش المسيح بنقول لك الرب بيحبك بنقول لك الرب ليه خطه عظيمه بنقول لك انه الله لا يسر بموت الشرير اخر حاجه ممكن ربنا يسر بيها هو لا يسر بيها نهائي ولا يريد هلاكك هو يريد حياتك وحياتك الابديه ومش ممكن ابدا يكون لك حياه ابديه بعيد عن المسيح امين, أمين. عشان كده رسالتنا وهدفنا وغايتنا وشوق قلوبنا وصلاتنا باستمرار ليك ولكل الذين بعيدين عن الايمان المسيح يا رب افتح عيون أمين. عبيدك في لكي ما يبصروا يا رب افتح القلوب أمين. لكي ما تختبر نعمه المسيح أمين. يا رب افتح البصيره واعطي بصيره اعطي الانسان أن يدرك يدرك قد ايه انت بتحبه وقد ايه المسيح يسوع صنع خلاص عظيم من اجلنا أمين. كل اللي احنا محتاجينه نحن ناتي للرب بايمان أمين. ونقبل عطيه الله في يسوع المسيح <applause> شكرا ليك يا اللي بترعاني يا اللي ايديك دايما رفعاني شكرا ليك يا اللي بترعاني يا اللي ايديك دايما رفعاني رغم ان انا بتغير دايما انت امين ما بتتغيرش وعدك صادق لما بتوعد عن وعدك انت ما ترجعش شكرا ليك ياللي بترعاني ياللي ايديك دايما رفعاني شكرا ليك ياللي بترعاني ياللي ايديك دايما رفعاني جميله أمين. دي امين, جميلة. يعني أمين. إيه المسيح لان فصحنا المسيح أمين. قد ذبح لاجلنا فلنعيد أمين. يبقى العيد النهارده ليه طعم امين والاحتفال بالرب ليه طعم أمين. وبهجه وننظر الى ما صنع الرب نقول بارك يا نفس الرب أمين. وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل, كل حسناتك حسن. الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل امراضك الذي يفدي من الحفره حياتك الذي يكللك بالرحمه والرأفه امين بشكرك دكتور اشرف من اجل ليك. كل كلمه الرب نطق بها على لسانك اليوم واصلي من كل قلبي ان الرب يديك مزيد دائما امين دائما امين بيتر محبينا وشعب الرب في كل مكان وكل من شاهد اليوم هذه الحلقه إحنا مش بنحكي تاريخ، إحنا مش بن مش بنحكي معلومات وعادات عاشها ال... اليهود زمان، إحنا كل هدفنا زي ما الدكتور أشرف قال من شوية هو أنت نشاور في النهاية على صليب المسيح هو ده العبور الحقيقي، العبور مش إن أنا عبرت من مكان كنت مضطهد فيه رحت مكان أفضل في العيشة والاقتصاد والأكل والشرب، لأ، العبور الحقيقي هو إني كنت في الموت والآن أختبر المسيح وحياة المسيح بدعو كل مشاهد وكل بعيد أن يقترب أن يسأل أين أنت يا الله اقترب مني مش عارف تصلي قول له اعلن لي عن نفسك اعلن لي عن ذاتك أنا عايز أعبر أنا عايز أختبر الكلام ده أنا بسمع عنه بس مش عارف أعمل حاجة رب هيصلك فعلا هيوصلك وبشكرك من اجل إستماعك وكمل والرب معك الى أن نلتقي معكم في حلقه جديده من برنامجكم عبر الكتاب لكم مني كل الشكر امين